بسم الله العزيز ذي السلطان المعروف بالإحسان والامتنان، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وتمام عدة المرسلين صاحب الرتبة العلية والنبوة الختمية، وعلى وصيه خير البرية وبضعته المطهرة النقية، وعلى الذرية من نسلها من الحسن الزكي إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد يا كريم. حياكم الله مشاهدين الكرام، ونسلم عليكم ونقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على من نحن بقربهما موسى بن جعفر ومحمد الجواد، ونسأل الله قضاء الحوائج وتعجيل الفرج إن شاء الله بظهور مولانا صاحب الأمر عليه أفضل وأتم السلام. مشاهدين الكرام، عودناكم في برنامج خير الكلام، سنكون على مدى ساعة من الوقت، وأكيد الإعادة راح تكون بعد الساعة 12 ليلا إن شاء الله. أنا وزميلتي ابتهاج، مساء الخير والعافية عليك. مساء الخير والعافية والبركة علينا وعلى مشاهدينا الكرام إن شاء الله، وجميع متابعي قناة كربلاء الفضائية، ولا سيما متابعي برنامج خير الكلام. نسأل الله عز وجل أن نفتتح كلامنا دائما بذكر محمد وآل محمد، فإنه ذكر لله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ونسأل الله عز وجل المواظبة على أعمال البر والخير، ولا سيما الصلاة على محمد وآل محمد، إذ ذكر أنها تهدم الذنوب هدما. فأنا أثني على زميلتي أزهار دائما تستفتح البرنامج بالصلاة على محمد وآل محمد، ويكون هذا خير عون لنا في أداء حق هذا البرنامج، وفي أن تجري الصلاة على محمد وآل محمد على ألسنتكم إن شاء الله. فليكن من ضمن أعمالنا أن يكون يوميا ذكر الصلاة على محمد وآل محمد ولو 100 مرة قبل المنام، عسى ولعل نبلغ بها مراتب، أو نهدم بها ذنوب، أو نفتح بها آفاقا للمعرفة وفضل الله الواسع الذي ينزل بالصلاة على محمد وآل محمد. وبالصلاة على محمد وآل محمد نفتتح برنامجنا، وننتقل وإياكم إلى فقرات البرنامج لهذا اليوم المعدة مع كادر البرنامج. نبدأ برنامج خير الكلام مع فقرة رحيق العارفين، والحديث عن الدعاء وما له من أثر كبير في حياة الإنسان. مشاهدينا، لا يخفى علينا ما للدعاء من أثر كبير في حياة الإنسان، وإنه يبين افتقار الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وطلب المعونة منه. أما الفقرة الثانية أوقات مستفرغة، رافقونا خلال دقائقها لنعرف كيفية الاستفادة من أوقات الفراغ، حيث يشكو الكثير من الملل في حياته، والسبب يعود لعدم استثمار وقت الفراغ بالصورة الصحيحة. لذلك واحدة من استثمارات الوقت النافعة، اليوم نعمل ولربما نذهب وأصدقائنا وأحبائنا وأقاربنا. وفقرة في قافلة الممهدين، وهنا وقفة قصيرة عن موضوعة الأمان بصاحب الزمان، كيف يكون ذلك وبأي صورة يطلب الأمان من مولانا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. عندما يكون الله قائدا لشيء، هذا الشيء هو الإمام صاحب الأمر، هذا الشيء البعيد، هذا الخلق الذي خلقه الله ليضمد جراح الزهراء سلام الله عليه، ينتقم من قتلة الإمام الحسين سلام الله. أما الفقرة الرابعة تحدث والموضوع عن حسن البشرى، ما هو حسن البشرى وما آثاره، ما هي الروايات الواردة في حق حسن البشرى؟ ونكن وإياكم مع ضيف البرنامج سماحة الشيخ محمد الركابي الذي ينضم إلينا من مدينة كربلاء المقدسة، لتتحاور معه الأخوات المقدمات. صلوا على من انشق له القمر وبكى لفراقه الشجر وسبح في يديه الحجر،
سيدي وسيد البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم يا كريم. مشاهدينا الكرام، بعدما أكيد تعرفنا على فقرات برنامج خير الكلام، نبدأها بأولى الفقرات إن شاء الله مع زميلنا طبعا علي نجم، ولنا عودة إن شاء الله معكم من جديد، فتابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في فقرة رحيق العارفين. مشاهدينا، لا يخفى علينا ما للدعاء من أثر كبير في حياة الإنسان، وإنه يبين افتقار الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وطلب المعونة منه. وهنا نذكر لكم ما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه قال: ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من عدوكم ويدر رزقكم؟ قالوا: نعم. قال: تدعون بالليل والنهار، فإن سلاح المؤمن الدعاء. نعم مشاهدينا، هنالك أهمية بالغة للدعاء. كيف؟ عندما نريد شيء من الله سبحانه وتعالى: إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهنا علينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى ونطلب منه ما نريد، لأنه أكرم الأكرمين وأوسع المعطين وخير الغافرين. هنا انتهت فقرة رحيق العارفين، هذه عودة إلى استوديو خير الكلام. حياكم الله مشاهدينا الكرام، قد شاهدنا وإياكم الأخ الزميل علي الكناني وفي فقرته رحيق العارفين يتحدث عن أهمية الدعاء. الدعاء هو صلة بيننا وبين ربنا، وإذ نحمد الله ونشكره كما جاء عن آل البيت سلام الله عليهم في الأدعية الموروثة بأن نشكره أنه سمح لنا أن ندعوه، يعني هذه منة عظيمة ونعمة عظيمة يغفل عنها قساة القلوب. يعني هذه النعمة ما يلتزمها وما يتمسك بها غير بس الإنسان المؤمن اللي الله يحبه. أنت لما ما محجوب عنك ربك، ولما تدعي بأي وقت وتذكر بأي وقت، تتهذب بالدعاء وتبتدئ بالدعاء بالصلاة على محمد وآل محمد والثناء على الله، ومن ثم تعرض إلى ذكر حاجاتك أو تعتمد الأدعية المأثورة عن آل البيت سلام الله عليهم. ونلاحظ بأدعية آل البيت أيضا مذكور الصلاة على محمد وآل محمد في بدايته وفي وسطه وفي نهايته، فكل دعاء محجوب إن لم يصلى على النبي محمد وعلى آله الأطهار. إذن هذه الصلة اللي الله فتحها ما بيننا وبينه تقرب المسافات، تفرغ القلب من أمراضه، تمن علينا بالكثير من فضل الله ومن نعمه ومن رحمته، تؤجل وتؤخر العذاب، قد تدفع الأقدار كما ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله: الدعاء يدفع القدر حتى وإن أبرم إبراما، وذلك أيضا مع الصدقة. وإن كان هنالك صدقة، ينبغي أن لا ننسى ولا نتخلى عن ذكر الله عز وجل في أن ندعوه في كل حين. ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه يقول: ادعوا الله عز وجل ولو حتى على قطع شسع النعل. يعني كم هذه الحالة لربما تبدو للإنسان أنها تافهة أو سهلة وبسيطة لا يستوجب أن أسأل الله بها، لا، أنا أستعين بالله وأتوكل عليه وأسأله أن يلهمني، أن يسددني، أن يوفقني في كل شيء. أحسنتي. وكذلك هناك قول لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يمكن إحنا نسمعها بالمجتمع لكن نسمعها بشكل مغلوط: الحذر ينجي من القدر. هنا يصححها أمير المؤمنين، يقول اللي ينجي من القدر هو الدعاء، هو الدعاء اللي ينجيك من وقوع ذلك القدر.
ولو نلاحظ أيضا مشاهدينا الكرام، يعني قوم يونس عليه أفضل الصلاة والسلام لمن وعلى نبينا وآله أفضل التحية والسلام، حينما أراد أنه ينزل بهم العذاب دعوا الله كثيرا، وكثير من الناس من يدعو الله حتى ينجيه من ذلك العذاب، وفعلا الله عز وجل رفع عنهم ذلك العذاب. فأهمية الدعاء الأم وخاصة الأم لولدها، الوالدين لأولادهم بحسن أنه بالنجاح والموفقية، بما أنه إحنا أيضا بوقت امتحانات تدعي له بالموفقية، وعسى وأن تكون أبواب السماء مفتحة ونحن نستشعر بوجود الله عز وجل إذ هو أقرب إلينا من حبل الوريد. وكذلك نوصي مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بالدعاء دائما، لأنه قد يكون عند أحد أجداد الطيبين الطاهرين أو عند أمه الزهراء أو عند جده الحسين سلام الله عليه، فدعاء إمام الزمان إنه بعد هو أفضل من دعائنا لأنفسنا أو دعائنا للغير. وأيضا من يدعو لكل مؤمن ومؤمنة حينما يقول اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ويدعو يعني بهذا الدعاء عقب الصلاة، الله عز وجل يجازيه جزاء بعدد المؤمنين والمؤمنات اللي دعا لهم. فانظروا إلى تلك الرحمة اللي تنزل عليك، وحتى أنه الشخص لما يريد مثلا يبشر أنه سوف يولد له ابن أو بنت فيقول اللهم ربي هب لي يعني من عندك رحمة، وكذلك يعني يدعو من الله عز وجل أنه يكون هذا الطفل اللي جاي أنه يكون من الصالحين من المقربين إلى الله عز وجل. وإن شاء الله نحن أيضا بهذه اللحظات ندعو للجميع بأنه بحق باب الحوائج وباب المراد أنه تنقضي حوائجهم إن شاء الله، وكل من هو بحاجة دعوة أنه تنقضي بحق محمد وآل محمد وبحق سفن النجاة عليهم أفضل الصلاة والسلام. أهم دعاء، أهم دعاء أن أدعو لمحمد وآل محمد. ليش إحنا لما نبتدئ بالصلاة على محمد وآل محمد هو دعاء يعود بالفضل علينا أيضا، لأن بها هواية أسرار الصلاة على محمد وآل محمد. كذلك الدعاء للزهراء، الدعاء للحسين، الدعاء لأمير المؤمنين بإظهار حقهم. اللهم أنجز لفاطمة الزهراء وعدك وموعدك في من ظلمها وضربها وجرع ثكل أولادها، اللهم أنجز وعدك وموعدك فيما وعدته للإمام الحسين سلام الله عليه. يعني إحنا لما نقدمهم على حاجاتنا حتما الله عز وجل يتولى قضاء حوائجنا وإن لم ندعو، وهذا الأمر لمسناه لمس اليد أحيانا بدون ما أسأل الله وبدون ما أدعو على أمور تحدث كما ذكرنا وأسلفنا، قد نتصورها أمور تافهة أو ليست بالحسبان، نبحث عن حديث معين مثل ما جرى اليوم بيني وبين زميلتي أزهار، حديث سألني عنه ابني وأنا منشغلة بالعمل في البيت فما وسعني الوقت أن أبحث عنه، إلى أن جينا هنا أنا رأساً طلعت لي يا أزهار قالت لي هذا الحديث شايفته، قلت له هذا اليوم كنت داري أدور عنه. سبحان الله، دائماً يعني حتى تجريان هنا في برنامج خير في برنامج الكلام أيضاً، كأنما أنه الله عز وجل قرب ويرعانا وحاضر أنه بحيث إنسان لا يسعه إلا أن يشكر ويثني، ولا يسعنا طبعاً أن نشكر الله عز وجل. شكرا طبعاً لله دائما وأبدا أبدا دائما، وشكرا وأبداً لمن هم من نحن برعايتهم. ونحن لو شكرنا الله عز وجل على مجرد أنه نعمة الانتماء لمحمد وآل محمد هذا هو شرف عظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبذكر محمد وآل محمد ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات برنامج خير الكلام وهي أوقات مستفرغة، تابعونا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. راح نتحدث اليوم عن الوقت واستثماره في الأعمال النافعة والمفيدة للذات والمجتمع. العمل التطوعي نموذج. الوقت هو قيمة أساسية في حياة الإنسان، ولابد أن نستثمر أوقاتنا بشكل نافع. واحدة من هذه الاستثمارات المهمة اللي هي عملية التكاتف، عملية التكامل والتضامن ما بين ذات الإنسان وما بين أخو الإنسان. مثال هالعمل التطوعي أنه حينما يقدم الإنسان أن يقدم خدمة تطوعية
بدون أن يلتفت إلى الأجر المادي أو عملية الرياء بعضهم هكذا، وإنما يحاول أن يقدم خدمة مجتمعية لمساهمة في عملية التكامل. يقولون نحلة واحدة لا تجني العسل. هذه الحملات التطوعية في واحدة من الدول وصل فيها عدد المتطوعين، يعني هنالك مراكز تسجل الناس الذين يتطوعون بشتى أنواع التطوع، يتطوعون في المراكز الصحية، في المستشفيات، في عملية العمران، في عملية التنظيف، في عملية رعاية المسنين، الأيتام، مساعدة العوائل الفقيرة، إلى 30 مليون متطوع. وينقل لي أحد الأصدقاء أنه إذا شخص، يعني كذا هذه الدولة في إحدى الدول، أنه هذه الدولة إذا يعني قررت ما أعمل، ما أشتغل، ما أصير موظف أو عندي عمل حر، ويحاولون أن يعطوني أجور المعيشة، يشترطون علي شرط ألا تبقى في البيت جالس وقابع، لأن راح تتكالب عليك العمليات النفسية والضغوطات النفسية والاكتئاب والأمر، بالتالي لربما تحدث مشاكل مع أسرتك. أخرج من البيت، مارس الهوايات، مارس المهارات، مارس الرياضة. ويحثوا على أن يلتحق بفرق العمل التطوعي. فلذلك واحدة من استثمارات الوقت النافعة، اليوم نعمل ولربما نذهب وأصدقائنا وأحبائنا وأقاربنا وقضايانا الذاتية أيضا على مستوى العمل، على مستوى العلم، على مستوى العائلة، لكن لابد أن نضع هنالك أوقات العمل التطوعي، نستثمر أوقاتنا اللي نجد القدرة على استثمارها والقدرة على استفراغها، وباعتبار أن العمل التطوعي هو أيضا عبادة، واستفرغ أيامي لما خلقتني له. الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان ويريد من عنده أن يكون إنسان معطاء، متكاتف، متضامن، يمد يد العون. ربما أنت اليوم ما تقدر تساعد بقضايا مادية أو بقضايا لربما تكلفك أو تكلف ميزانيتك المادية، لكن باستطاعتك أن تبذل جهد، باستطاعتك أن تكون من ضمن فريق وتحاول أن تساهم وتنجز وتتضامن مع الآخرين حتى تضع بصمة في حياتك وحياة الآخرين. لذلك العمل ملتزم ومتكئ على عملية الوقت واستثمار الوقت. أما أقضي أوقاتي أنا جالس في البيت وأقضي أوقات وساعات كبيرة مع مواقع التواصل الاجتماعي وغير، أو أستثمر أوقاتي بمثل هكذا عمل نافع ومجدي فيه خدمة للذات الإنسانية وكذلك المجتمع بصورة. حياكم الله مشاهدينا الكرام. قد شاهدنا وإياكم الأخ عماد الفهد مدرب التنمية البشرية وحديثه في فقرة أوقات مستفرغة عن العمل الجماعي. نعم، بوسعنا أن نشارك في عمل جماعي، أعمال الخير كثيرة، وطبعا الخيرون دائما يبحثون عن الصحبة الجيدة الحسنة ويحثون من حولهم على عمل الخير. فعادة ما يلجأ هؤلاء إلى أي عمل جماعي تطوعي في خدمة الفقير المتضرر من المؤمنين ومحاولة رفع الضر عنهم. ففي هذا العمل خير الدنيا والآخرة، لأنه تكافل اجتماعي أوصى النبي محمد صلى الله عليه وآله به، وأنه نجاة لنا في يوم القيامة، حيث العرصات الشديدة اللي نحتاج بها الاستغاثة والغوث، فيكون الغوث من نصيب من أغاث ملهوفا. عند ذلك يكون هذا الوقت قد قضي بطاعة الله وبمرضاته، وكما يقال يد الله مع الجماعة. أي عمل يكون جماعيا يشارك به الإنسان الجماعة يكون الأجر للجميع كامل، ويكون إلى أجر مضاعف لأن سمح للآخرين أن يشاركوا معه. البعض يحتكر هذا الأجر ويقول ما أريد، لا تكون لئيم، شنو ما أريد أحد يشاركني في بناء هذا الجامع أو في دعم هذا العمل، يعني شنو، ليش ما تريد أحد يشاركك، خلي تصير نفسك طيبة، خلي يشاركوك الدنيا كلها، شكو منها أنه هذا الأمر ما حيقلل من الأجر عليك، ترى الله كريم. طبعا أكيد، ويعني حقيقة كثير من احنا بحاجة يعني إلى هكذا نهضات، لأنه بصراحة احنا
ما نتكل على الحكومة، لأنه للأسف كثير من التبعات والفساد والسرقات. فهناك من الخيرين الذين يقومون بهذه الأعمال، مثلا يبنون مدرسة لأنه مدارسنا إحنا تعبانة ما بها حتى وسائل تبريد، الطالب يمر يعني بأوقات صعبة، وإضافة إلى ذلك يروح للمدرسة يلقى يمكن بنك لا تشتغل لو ما تشتغل، يعني هيك وصلت بينا الحالة والناس وين وصلت يعني حقيقة من التطور و مشت يعني خوش مشي بالتكنولوجيا. أمير المؤمنين سلام الله عليه هناك أبيات حقيقة: من يركن نفسه وما يساهم بأعمال تطوعية أو مثلا يسد أوقات فراغه بأشياء نافعة إذا كانت نفسه أو لآخرته أو حتى إذا كانت لمجتمعه. فهذه الأبيات: إذا عاش الفتى 60 عاما فنصف العمر تمحقه الليالي، ونصف النصف يذهب ليس يدري، لغفلته يمينا عن شمالي، وثلث النصف آمال وحرص وشغل بالمكاسب والعيال، وباقي العمر أسقام وشيب وهم بارتحال وانتقال. فحب المرء طول العمر جهل، وقسمته على هذا المثال. اللهم لا تجعلنا من الذين يتحسرون على ما فات من العمر، واجعلنا خير المستثمرين لها. وحقيقة أني أجمل الصور اللي أشاهدها من الأعمال التطوعية لما يصير هناك زيارة مليونية، فالكل يهب، منهم من يعمل طعام، منهم من يكون من المنظفين لدرب الزوار، منهم من يقوم بخدمة تطوعية داخل الإمام صاحب المناسبة، والكل يتسابق بهذه الخدمات ويحتسب هذا أجره عند الله عز وجل أو يهديها إلى صاحب الأمر عليه أفضل الصلاة والسلام. جميلة هذه الصور، ومنهم مثلا من يرسم على حائط حتى يجمل بي على حائط مدرسة، أو منهم من ينظف له جامع أو حسينية. أحسنت، أعمال تطوعية تنظيف غيرها. أنا أكثر عمل شدني وحبيت يعني أن أبقى ملازمة معهم مضيف الإمام الحسن في الشطرة. هذا المضيف حقيقة يستوعب أعداد من الفقراء والمساكين، ليلية يوزعوا لهم عشاء، يوزعوا لهم مؤونة، أحيانا كسوة. وفي أيام اللي صارت أيام كورونا يعني حتى كمامات وغيرها كانوا يوزعون هذه الأمور، وحقيقة حتى البناء البيوت البعض، وحقيقة أشد على أيديهم يعني هؤلاء الثلة الطيبة. لو مثلهم في كل منطقة أكو هيك مضيف باسم أهل البيت، واللي يلتزموا ناس صادقين ومؤمنين وعدهم أمانة، يعني راح توصل التطوعات والتبرعات إلهم. الإنسان ما يحير وين يودي صدقته، يكون في هذه الحال تتوزع، وكل منطقة تصير مسؤولة عن هاي المنطقة، تزويد شباب، علاج مرضى وغيرها. يعني أتذكر حتى قناني أكسجين وصلوا الناس في بيوتها. فهذا العمل الجماعي هو عمل مبارك، مبارك لمن تطوع، ومبارك لمن أشرف على هذا العمل، ومبارك حتى للذين احتاجوا وأخذوا من منافع هذا المضيف. فهذا هو ذكر الإمام الحسن سلام الله عليه، وتلك هي بركته صلوات الله عليه وسلامه. طبعا مشاهدينا، حتى نكون في قافلة الممهدين دائما علينا أن نلتزم هكذا أعمال. فنسأل الله لهم التوفيق، ونسأل الله الزيادة والتوفيق لمن يريد أن يحذو حذوهم. وننتقل الآن وإياكم في قافلة الممهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمان بصاحب الزمان. طبعا عندما يتكلم الإمام المهدي لا يتكلم مجازا، ولا يتكلم يعني بتعبير مجازي، يتكلم بعين الصواب وعين اليقين وعين الحقيقة والتعريف الواقعي للأمور. فعندما يقول إني أمان، لا يعني فقط أنه لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، لا، الأمر أكبر من ذلك بكثير. الأمر أكبر، الأمر يدعو الإنسان إلى التفكر من أي الكوارث قد نجا ببركة وجود الإمام، من أي مزالق الدهر قد نجا ببركة وجود الإمام. كيف يثبت الإمام دعائم الأمور؟ الآن يأتي سائل ويقول: وهذه الكوارث، هذه الأحداث، هذه ابتلاءات، لها أمرها وشأنها، والعباد
الذين ساروا بالنهج السليم هم الذين يبتلون. الإمام عندما يقول أني أمان، هذا الأمان المطلق في كل مرة يكون الإنسان فيه في شدة ويتوجه إلى صاحب الأمر يشعر بالأمان. إن لم يشعر بالأمان هناك خلل، هناك خلل في ذات الإنسان. حاشا، ليس الخلل في صاحب الأمر أو في منظومة يعني استغاثة بصاحب الأمر. أنا أتكلم عن نفسي، علي أن أراجع نفسي. لما بعض الأحيان عندما أكون خائفا وأن يعني وكما يعبر عنه باللهجة العراقية التي أحبها أنتخي بصاحب الأمر، ما أشعر بالأمان. الإمام يقول أنا أمان، كيف أكون مدركا لحقيقة؟ ذنوبي تحجب الرحمة الإلهية عني، تحجب رأفة الله علي أو رأفة الله بي. يعني متى أبدأ بتهشيم هذا جدار الذنوب حتى تشملني الرحمة والرأفة الإلهية، وحتى أكون عندما أقول يا صاحب الأمر أشعر بمكنون الأمان قد وجد فيه، أشعر بأمان. الإمام صاحب الأمر، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، عندما يتكلم عن نفسه ويصف نفسه، أولا هو بعيد عن الأنا، بعيد عن مدح الذات، هو أكبر من هذا الشيء بكثير. حاشاه، لكنه يريد أن يقول أنا جادة أمان لكم، أنا طريق آمن لكم لله، أنا طريق سليم مؤمن، أنا أمان فكري وفقهي وعقائدي وأخلاقي لكم في كل المزالق، أنا أمان في كل شدة. ارجعوا لخط محمد وآل محمد في كل شدة، سواء ابتلاء فكري، ابتلاء فقهي، أخلاقي، عقائدي، بلايا الدنيا بماديها ومعنويها. هذه البلايا ننجو فيها أو ننجو منها ببركة التماسنا لهذا الطريق واستمساكنا بهذا الطريق، مستمسكين بطريق الإمام صاحب الأمر، طريق الأمان الصحيح الحقيقي. هذا إجمالاً. أستذكر وإياكم نقاط من دعاء الفرج. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمكنه فيها طويلا وتمتعه فيها طويلا. عندما يكون الله قائدا لشيء، هذا الشيء هو الإمام صاحب الأمر جل الله تعالى، هذا الشيء البعيد، هذا الخلق الذي خلقه الله ليضمد جراح الزهراء سلام الله عليه يعني، ينتقم من قتلة الإمام الحسين سلام الله عليه يعني. فكيف سيقوله؟ سيقوله ليكون هو فاتح، ناصر، منتصر، مغيث للآخرين بأمر الله تبارك وتعالى وأمان. نقطة أخرى يا أخواني، علينا أن نستوضح شيء ونوضحه للآخرين. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف صورة من صور الرحمة الإلهية، لا بد لنا أن نعتز بتشيعنا إليه وسيرنا على نهج آبائه الطاهرين وأمهم الصديقة الشهيدة، لكن في نفس الوقت أن لا نجزم بأن الآخرين لن ينلهم من رأفته شيء ورحمته شيء. هو أمان، هو رحمة، هو بركة، هو خير. الآن هذا إجمالا كلام لما وصل إليه العلماء بتفسير هذا التوقيع المبارك لصاحب الأمر. نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون كل الأوقات أوقات أمن وأمان بحق مولانا صاحب الأمر، بحق مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى. هذا ما وفقنا إليه في هذه الوقفة، الحلقة من خير الكلام مستمرة، والبركات المهدوية إن شاء الله مغلقة عليكم إخوتي أخواتي. شكرا لكم. السلام على الركن الوثيق الدائم، سلاما سرمديا أيها الإمام القائم، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. حينما نسمع صدى صوت الإمام، حينما نقول إني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء، كيف لا نستغيث بذلك الأمان بظهوره المقدس عجل الله تعالى فرجه الشريف. حينما نتطلع إلى تلك الروايات، حينما يقول أئمتنا الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، وحتى هو يقول أنه في حين ظهور المبارك
ماكو بعد مستضعف، الكل يكونون سواسية، يحكم بالحق والعدل، ماكو بعد مظلوم، أمراض كلها تنمحي، البلاء كله ينمحي ببركة وجود المبارك، يقضي على كل الظالمين، بعد ماكو واحد مظلوم، فكيف لا يكون هو الأمان؟ أيضا كذلك حينما تخرج امرأة من العراق تطلب مثلا إلى الشام أو إلى الرضا، ماكو هناك حتى سباع يتعرضوا لها، أو حتى هناك سراق أو قطاع طرق، فانظروا إلى ذلك الأمان اللي يكون في حين وجوده. أنت حينما تنتمي لولاية محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام تشعر بالأمان، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وسئل الإمام الرضا ما هو النعيم؟ قال: أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، والولاية لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. أنت لما تكون عندك ولاية لمحمد وآل محمد تشعر بالأمان، لما يكون عملك يرضي الله عز وجل وتكون ورع ويرضي إمام زمانك، هذا أنت بأمان. لكن الأمان الحقيقي نريده من صاحب الزمان ببركة وجود المبارك: عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى. إذا نطالب بهذه الدقائق وهذه اللحظات من خلال دعائنا هو الأمان لصاحب الأمر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. عجل الله تعالى فرجه الشريف. طبعا مسألة الشعور والاستشعار بالأمان، هل يكون أمان لذلك الفاسق المتبجح، هذا الذي يتكبر عن الصلاة، يتكبر عن إعطاء حقوق الآخرين؟ هذا لا أمان له، لهذا لا يشعر بالأمان. الأمان بصاحب الزمان ليست بكلمة تقال ولفظ ودعاء، دون أن تكون أنت من الآمنين فعلا بحسن عملك، بحسن تقواك. أنت كيف تكون آمنا وأنت عاكف على المعاصي وأنت متكبر عن قبول أمر الله عز وجل؟ إذن عندما أبحث الأمان مع صاحب الزمان، نعم ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف رحمة للمؤمنين ونقمة على الكافرين والظالمين والمتجبرين والمفسدين، نعم نحن إذ ننتظر الظهور هو ينتظرنا. كيف ينتظرنا؟ ينتظرنا أن نستغفر ونتوب، لأن ظهوره الشريف سيكون عذاب الخزي على هؤلاء المفسدين. ينبغي أن لا نكون من هؤلاء، لأنه سيقيم حدود الله. عندما يقيم حدود الله يحيي السنة ويميت البدعة، وكلنا نعلم بأن هذا حلال وهذا حرام، فما عذرنا عند اقتراف المحرمات؟ لهذا علينا أن نعجل بالتوبة، والله عز وجل يرينا آياته المختلفة، فعسى أن نرجع، أن نتوب، أن نخاف، أن نهاب، ومع ذلك الموت ينتظرنا، فما الذي يمنعنا عن التوبة؟ فلذلك تكون التوبة والاستغفار خير معراج وخير تعجيل لظهور الشريف، وخير وسيلة لحصول ذلك الأمان. عندما أنادي بهذا الأمان أحصل على الأمان، عندما أكون غاصبا لحقوق الآخرين ومستحقا لحدود الله، مستحقا للعقوبة، كيف يكون لي الأمان؟ لذلك ونحن ننشد الأمان علينا أن نعمل بمسببات الأمان. واليوم حديثنا في حلقتنا لهذا اليوم عن البشر الحسن وعن حسن الخلق وأهمية حسن الخلق، وينضم إلينا سماحة الشيخ محمد الركابي الذي يتمثل بحسن الخلق والبشاشة. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ محمد الركابي في برنامجنا خير الكلام وحديثنا عن البشر وحسن الخلق، تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا، والسلام على الإمامين الهمامين باب الحوائج إلى الله موسى بن جعفر وباب المراد محمد الجواد، ثم السلام على السادة المشاهدين ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله سماحة الشيخ. حسن البشر من اللياقات الاجتماعية اللي أرشد إليها الإسلام بشكل يعني أكيد، وحسن البشر يعني دائما يكون على محيا رسول الله صلى الله عليه وآله، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شنو الآثار الاجتماعية اللي ولدها حسن البشر؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقولوا للناس حسنا. الآثار الاجتماعية على حسن الخلق آثار بليغة. يقول الإمام علي سلام الله عليه: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن سعوهم بطلاقة الوجه وحسن اللقاء. الإنسان في هذه الدنيا بالأعمال، وهذه الأعمال لا تأتي إلا من قبل الطاعة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حسن المحيا، كان بشره في وجهه كما في علامات المؤمن، وحزنه في قلبه. كان من أخلاقه صلوات الله عليه لديه فن التعامل مع الآخرين، كيف للإنسان أن يكتسب الآخرين؟ في الصدق، في صدق الحديث، في الإنصات إلى الآخرين، أن تنصت لهذا الشخص المقابل. لربما هنالك بعض الناس عندهم نعم من الدين، ولكن ليس عنده فن التعامل مع الناس، لربما بكلمة يغضب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يغضب إلا لله، والمؤمن لا يغضب إلا لله. فأخلاق النبي حتى مع الحيوان، في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ القيلولة نائم، وكانت هنالك قطة قد نامت على ردائه، فاستيقظ صلى الله عليه وآله وسلم ونظر إلى هذا الحيوان، لم يوقظ هذه القطة، بل تقول بعض النصوص قطع ذلك الرداء أو قص ذلك الرداء وقام صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف تعامله مع الناس؟ ما قطع أحد حديثه، كان إذا أحد يتحدث النبي ما يقطع حديثه، ما كان يلتفت بوجهه سلام الله عليه هكذا، بل كان يستدير بكل وجهه، وهذا عبارة عن الاحترام إلى المقابل. فلا بد للأخلاق الحسنة للمؤمن، المؤمن يتمتع بالأخلاق الحسنة. فالحديث الذي يقوله أمير المؤمنين: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، بل سعوهم بطلاقة الوجه. بعض الناس تسلم عليه يرد السلام بجفاف، والبعض الآخر لا، يرد بحسن وبكلام طيب. وهذا البرنامج، برنامجكم المبارك، وهذه المقدمة، المقدمة الصلواتية جزاكم الله خيرا عليها، الله يبارك، تربطون الصلاة على النبي وآله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقيني جبرائيل نازل من السماء وقال لي: يا محمد، إن السلام يقرأك السلام، ويقول لك: من صلى عليك صليت عليه، فسجدت لذلك شكرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني النبي سجد شكر لأن الله يصلي على كل من يصلي على النبي وآله. نعم. طيب سماحة الشيخ، في هذا اليوم كل يعمل على شاكلته، اللي بالدائرة واللي بالقناة واللي خلف الكنترول، كل واحد اللي يقدر به. ففن التعامل بالأخلاق، الأخلاق الحسنة، هذا الإمام الحسن عليه السلام، ذاك الذي شتمه كان يشتم الإمام الحسن، والإمام ما رد عليه بكلمة، بل استقبله في بيته وعرض عليه أمور الضيافة، ثم بعد ذلك قال: معذرة إلى الله وإليك يا ابن رسول الله، أنا كنت مشتبه. اليوم هجمة شرسة على مراجع الدين، وهنالك هجمة شرسة على هذه العمة، لأن عرفوا قوة المرجعية وقوة الشيعة وقوة هذا المذهب برجالات الدين الحقة. فتشوفين يطلعوا لكم البعض والعياذ بالله مع بعض البرامج اللي لا تمد إلى الحوزة العلمية بصلة، ولا ينتمون إلى الحوزة العلمية بصلة، ويصورون للناس أنه هو هذا رجل الدين. لا، رجال الدين الآن هذه صورهم اللي تارسة طريق كربلاء نجف على الجدران والشهداء. أي والله. فالأخلاق ضرورية. نحن الآن بحاجة إلى الأخلاق. الآن كثرة البرامج، برامج التلفاز اللي يسموها برامج الفكاهة وبرامج فاقدة للأخلاق، إضحاك الناس. نعم سماحة الشيخ، جزاكم الله خير الجزاء. بالفعل البرامج الآن فاقدة للأخلاق، وبالذات الأخلاق الإسلامية والتربية الإسلامية. طيب سماحة الشيخ، احنا الآن باعتبارنا مقدمات برامج وفي قناة إسلامية، في قناة شيعية، قد يطلب بعض الجمهور من عندنا البشاشة والبشر، هل
يعني احنا على هذا وضعنا حقيقة يكون تصرفنا أزاء البرنامج بنوع من الحزم والجدية. يعني قد نبتسم قد لا نبتسم، فأسأل الحكم الشرعي إنه هل البشاشة مطلوبة للمرأة للرجال الأجانب؟ يا ريت توضح هذه المسألة حتى يعرفها الناس، ويعني حتى لا يضغطون علينا أكثر. تفضل. قل كل يعمل على شاكلته، هنالك إطار شرعي. نعم. أي عمل ضمن هذا الإطار الشرعي افعلوه، سواء قبل الناس أم لم يقبلوا. الإطار الشرعي أي الحلال والحرام، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. أكيد الإسلام والدين الحنيف وضع هذه القوانين، عدم ابتسام المرأة وعدم تحدث المرأة، من أجل صيانة المرأة. نعم. من أجل صيانة المرأة، البشاشة للنساء وليس البشاشة في الدوام. يعني مثلا الآن أنا موظفة، فتشوفين الموظفة اللي صاحبة الابتسامة والبشاشة ينطوها مثلا المميزات الخاصة، وإذا كانت مرأة متدينة تلبس الحجاب الأسود والعباء يشدون وياها مساكين. نعم. الله عز وجل في المنظار، الله ينظر، فما طول أكو إطار شرعي. الإنسان المؤمن يعمل بما هو تكليفه الشرعي، بالتكليف الشرعي الإنسان ينجو. فهذا حسن البشاشة ومدارات الناس ضمن الدين، خصوصا في المؤسسات والدوائر. شوفوا الإمام علي سلام الله عليه صاحب ذميا في الكوفة، مشوا واحد ذمي فقال إلى أين يا عبد الله؟ الذمي يسأل علي بن أبي طالب عليه السلام، قال أمضي إلى الكوفة. فوصلوا إلى الكوفة فحدر الإمام عبر الكوفة، قال ألم تقل يا عبد الله إني إلى الكوفة؟ قال نعم، ولكن صاحبتني 40 خطوة فلك حق علي المشايعة. قال ما تصنع؟ قال أمشي وياك إلى وين توصل أنت؟ تعبيرنا العراقيين اليوم زدتك أوصلك. وطلع ويا طلع وحدة الإمام، هذه أخلاقه. فكيف إذا كان أخ أو مؤمن أو بالبيت أو زميل ضمن الإطار الشرعي؟ طيب الله عز وجل وضع لنا القوانين. أحسنتم. والقرآن الكريم يقول إن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تأخذكم في الله لومة لائم. أحسنتم. ما طول أنا أسوي هذا حلال ليس بالحرام، امضي ولا شيء عليك. أحسنتم سماحة الشيخ، يعني بينت بعض الأشياء اللي بها حرمة شرعية. طيب هناك مثلا رجل أو امرأة مثلا حينما يتعاملون مع بائع، فمثلا يكون هناك مثلا فت كلام او ملاطفه، هل هذا ايضا من المحرمات من باب حسن الوجه؟ نعم، من اكبر الكبائر. هذه خطوه من خطوات الشياطين. احسنتم. لان المراه بطبيعه الحال المراه رقيقه، المراه عطوفه، لذلك الله جعل الامومه عندها وجعل الحمل عندها وجعل قضيه الرضاعه. فتشوف ولا يخضعن بالقول. مرات بعض هؤلاء المتصيدين بالنساء تشوف كلامه معسول، ولكن هو في داخله والعياذ بالله شيطان. فالمرأة المؤمنة تشوفيها حتى بالسلام وعليكم السلام، ما يحتاج وعليكم السلام ورحمة الله أهلا شلونك، هذا كلام فائض وكلام زائد. مثلا تسأل عن أوضاعه وعن عياله. هاي السيدة فاطمة الزهراء جاءت لعلي بن أبي طالب عليه السلام وأخذت بيده ومضت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت أبا يا رسول الله أحكم بيني وبين علي بن أبي طالب، شنو اللي علي وشنو اللي عليه؟ فابتسم النبي صلى الله عليه وآله قال ما دون باب الدار عليك إلك أنت، يعني شغل البيت والطبخ، وما بعد الدار خارج الدار فعلى علي بن أبي طالب. فقالت الحمد لله الذي كفاني مخالطة الأجانب، يعني مخالطة الرجال. ولكن هذا لا يعني بأنه اليوم يعني المرأة لا تخرج ولا تطلع، لا. الآن عندنا الطبيبة وعندنا المهندسة، شوفين بحجاب، عندنا طالبات جامعات. شفتوا الآن أنتوا في العتبات المقدسة، في العتبة الحسينية وفي العتبة الحسينية، هذا الكم الهائل 10,000 خريجة يؤدون قسم التخرج واليمين في العتبات المقدسة، ما عليهم أضواء. أي نعم. لكن هذول أهل الحفلات وأهل الصخب، شوفين الإعلانات عليهم والتلفزيونات عليهم،
هو هذا حسن الأخلاق؟ هذا الآن نحن ضد الناس يعملون ضد الأخلاق، ضد الناس. لو ذني كان النساء وفتيات متبرجات كان هذا عندهم شيء لطيف، يجيبون كاميراتهم يخلوا عليهم، لكن لأن هذني بنات عوائل جاءوا لأهل البيت، هنالك حتى من الضباط أنا شفت يجون هنا في هذه المكانات المقدسة. نعم. هذا هو يثبت حسن الأخلاق. أحسنت. هو يثبت البشاشة. نعم. أحسنتم سماحة الشيخ محمد الركابي، وبارك الله بكم على ما تفضلتم به وتبيان هذه الأمور للمجتمع من أجل الإصلاح. شكرا جزيلا لكم، ونسألكم الدعاء عند سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما أفضل الصلاة والسلام. شكرا جزيلا جزاكم لكم، جزاكم الله خير الجزاء وسددكم. عزكم الله وعز السادة المشاهدين. نعم. بنصف دقيقة، ونشجع العوائل على تسريح أولادهم وبناتهم في الدورات الصيفية القرآنية. أحسنتم. الدورات اللي تابعة إلى المرجعية، للمؤسسات الدينية. هذه العطلة أنت الآن ابنك توديه إلى الدروس الخصوصية وتدفع أموال. أيوة وظلت تنتظره. ألا هاني دورات مجانية العتبات ورجال الدين والمؤمنين. نعم. يبذلوها لأولادكم. نعم. حاولوا تشجعون أولادكم على هذا الدورات والذهاب بهذه الدورات الفقهية الشرعية لأولادكم وبناتكم وحتى نسائكم. جزاكم الله خير الجزاء. جزاكم الله خير الجزاء. ولا ننساكم عند سيد الشهداء صلوات الله عليه. نعم، نسألكم الدعاء عند سيد الشهداء. جزاكم الله خير الجزاء، سددكم ووفقكم لما يحب ويرضى. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكم. طبعا كلام حقيقة ثمين ومكانه، ونسأل الله أن نوفق لهذا العمل وجميع المؤمنين المشاهدين اللي شاهدوا هذا الأمر. هو مطلوب من عندنا، مسؤوليتنا أن نهذب أولادنا فنرسلهم إلى الدورات القرآنية لتعليمهم أمور دينهم. نعود في مسألة البشر وحسن الخلق. سئل الإمام الصادق سلام الله عليه عن حسن الخلق فقال: تلين جناحك وتطيب كلامك وتلقى أخاك ببشر حسن. إذن تلين جناحك، يعني هنالك نوع من اللين والتواضع، ويعني ما يكون هنالك ترفع، وتطيب كلامك يكون كلامك لين مو قاسي، وتلقى أخاك ببشر حسن. هنالك كلمة أعجبتني منذ أيام أطلقها المشرف العام كحالة في الواتساب وفي الفيس، أنه قال: أمي كانت توصينا ونحن صغارا بأن نلقى أبانا وهو قادم إلى البيت بابتسامة، فإن العالم قاس في الخارج، باعتبار أنه تعب الرجل يتحمل مشاق العمل في الخارج، فعلى الأبناء والمرأة أن يتلقوه بالبشر وبالابتسامة ليزيح عنه آلامه. نعم، وكذلك تورث المودة، تصفي القلوب، وأيضا يذهب بالذنوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه نوفق إلى ما يحب ويرضى. ونستودعكم الله مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم في رعاية المولى عز وجل وفي رعاية مولانا صاحب العصر والزمان. شكرا لزملائي وكذلك لزميلتي ابتهاج. شكرا لك يا أزهار. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.